آخر من قلب اللوز. قلب اللوز تاع اليوم هي قلب اللوز بالياوغت. قلب اللوز بالياوغت، صدقوني والله العظيم غير رائع رائع، راني نحلف رائع. هنا ركزوا معنا فقط في المقادير، سهلة جدا وما كاش فيكم اللي تقول لي جاني يابس. اللي جاها يابس الخلل اللي راه في الفرن تاعها، خاطش الوصفة مجربة ودايما بإذن الله ناجحة. درناها تصبيحة ما شاء الله، جا رائع روعة. وعلى بالهم الاستاجير اللي جا رائع. هنا عندك كيلو تاع تشيشه، واش معناتها تشيشه؟ سميد خشين كيلو، 700 غرام سكر عادي. نخلط مليح مليح التشيشه هذيك مع السكر حتى ترجع لي التشيشه حبه بحبه مع السكر. نزيد لها رشه ملح ونخلط مليح. نفرغ لها زوج علب ياغورت تاع المشماش، زوج علب ياغورت تاع المشماش. كي تفرغيهم عاودي عمري زوج علب الزيت، زوج علب الزيت. خلطي مليح مليح ديك التشيشه مع الياورت والزيت، عاودي عمريهم مازهر، زوج مازهر. تما عندك زوج ياورت، اثنين زيت واثنين مازهر. دوكا كي ديري المازهر يتشمخ لك مليح مليح. هنا راه عندك المقادير المذكوره واضحه. كيلو تاع التشيشه 700 غرام سكر، رشه ملح، زوج علب ياورت معطر بالمشمش. هنا عندك بنفس العلبة زوج زيت واثنين كذلك زوج انت المزهر. في الاخير احنا حبيناه محشي. اذا حبيتي انت ديري عادي ما تحشيش، ولا حبيتي تحشيه لك الاختيار. شدينا كمشة من هذا الشيشة المشمخة، ضفنا لها كمشة نتاع لوز مرحي بقشوره، ولات عندنا حشوة خفيفة وظريفة. شدي مول مدهون بالزيت، حطي فيه نص الكمية نتاع حاد القلب اللوز. شو باغي ديري؟ خبزه متقبه وريتها لكم ديجا. نحط الحشوه في الوسط ونبعد على الطرف ب 2 سنتيمتر. نعاود نغطيها بباقي الخلطه المتبقيه. عدليها بيدك مليح مليح وبداي تخبزي فيها وتغمسي يدك في الماء، تغمسي يدك كامله في الماء. اي يلا اخبزي حتى تاخذ شكل المول. سويها، غرسي فيها لوزات او فول السوداني الشي اللي عندك، طيبيها حتى الاحمرار الجيد، لازم ترجع معه. هنا بعد ما تولي معه حضري لها الشربات ديالها. عندك هنا الشربات تاعها فيها 600 غرام سكر، تحرقي السكر حتى يولي دوغي، نضيفوا له ريتلان تاع الماء وكاس تاع لاتاي مازهر، نخلوه يغلي 10 دقائق، من بعد نطفيو عليه النار ونخلوه يبرد تماما. بعد ما يبرد الشربات تاعنا قلب اللوز طاب، خرجي قلب اللوز الله الله عليه وشربيه تشريب جيد يكمل هاد الشربات. لا فينيسيون تاع قلب اللوز تاعي هي شويه عسيله من الفوق باش تبرقو وتعطيه وجه جميل. قسميه وقدميه.